الناس في انتظار وسيلة انتقالهم، بينما ينتظر محمد إبراهيم قصة جديدة ستبدأ مع استقلاله القطار. أعرف من أيام ما كنت في ابتدائي وأنا بركب من المحلة لطنطا، كانت منتظمة جدا من البداية، مواعيدها تظبط عليها ساعتك وقوة تمام التمام. ما بين مسافر وعائد، سباق في محطة مصر العريقة بوسط القاهرة، فمن هنا ينطلق القطار ويعود بعد رحلة أقل تكلفة وأوفر في الوقت. يتضح ارتباط المصريين بالسكك الحديدية إذا علمنا أنه قد تم إنشاء أول خط حديدي في مصر عام 1851، لتصبح بذلك ثاني أقدم سكة حديد في العالم تنقل حاليا أكثر من مليون شخص يوميا. عندنا الشبكة طولها 9570 كيلو، دي طول أطوال السكك في الشبكة. الشبكة اللي هي شغالة كخطوط سواء رئيسية أو فرعية حوالي 5400 كيلو. عدد المحطات عندنا 702 محطة. وكما سبقت مصر العالم في استخدام السكك الحديدية، فإنها تعمل على توطين صناعة القطارات وتطويرها تفاديا لتكرار الحوادث والاستمرار خدماتها. وإلى جانب نقل المواطنين، تصل القطارات بين معظم المراكز العمرانية والاقتصادية لتنقل نحو 5 ملايين طن من البضائع سنويا. ولأنها الأولى عربيا والثانية عالميا، أقامت مصر عام 1933 متحفا للسكك الحديدية. هذا المتحف يجسد تاريخا طويلا تعبر من خلاله إلى نحو قرنين من الزمان، لتشاهد توثيقا لتاريخ سكك حديد مصر. فبينما تنطلق أصوات القطارات في محطة مصر، يأخذك هذا المتحف الذي أنشئ عام 1933 إلى أسرار تاريخ السكك الحديدية. بالنسبة لفكرة إنشاء المتحف، الفكرة ديت جات للملك فؤاد الأول يتوج فيه الازدهارات اللي موجودة، لأن في الفترة دي كانت السكة الحديد مزدهرة جدا، وتم افتتاح المتحف فعلا 1933. وفي وقت انشاء المتحف كان في مؤتمر افريقي اسيوي بيتكلم عن تاريخ السكة الحديد عموما في مصر، وتم افتتاح المتحف في نفس افتتاح او في نفس اليوم للمؤتمر نفسه. قاطرة ملكية تعود الى عام 1862، واول قاطرة بخارية يعود تاريخها الى عام 1855، وآلة طباعة نادوية يعود تاريخها إلى عام 1870، هي مقتنيات أصلية نادرة يحتفي بها المتحف، إلى جانب أكثر من 700 مجسم للقطارات والإشارات والكباري التي تم تصنيعها لتوثيق تاريخ النقل في مصر. الملك فؤاد الأول لما جه يذكر إنشاء المتحف عمل إيه؟ طلب من كل الشركات اللي صنعت الجرارات ديت تجيب له الماكيتات اللي هي اتعمل منها الجرارات الكبيرة. وفي المتحف أيضا تجد توثيقا لتطور وسائل النقل في مصر على مدار تاريخها. الدور الأول بيتكلم عن تطور النقل، بنبتدي من أول قدماء المصريين يعني، وإزاي كانوا بيتحركوا أو إزاي كانوا بيتنقلوا بالمراكب. بنفضل نتطور شوية ونوري الناس التطور ده عن طريق إن الأول مراكب، وبعدين ابتدينا ندخل السكة الحديد، وطبعاً قبل السكة الحديد كان في النقل عن طريق الدواب. ولأن المتحف أنشئ ليكون نواة لأول متحف علمي فني في مصر، فإنه يحتفي بمكتبة تضم أكثر من 500 مجلد لتوثيق الحركة التاريخية والفنية للنقل في مصر كجزء من ذاكرة الوطن التي لا تنسى.